بلدوزر النادي الاهلي الجديد والقديم خلاص مش اهلاوي، صفقة ممتازة لتأمين مركز نص الملعب، لاعب مقاتل وراجل في الملعب وبيلعب بمواصفات تيشيرت النادي الاهلي. السلام عليكم، كلامنا النهاردة عن لاعب الاهلي الجديد بلدوزر نص الملعب مروان عطية، نجم الاتحاد السكندري واللاعب اللي مقدم مستوى ممتاز جدا في اخر موسمين مع النادي، وبعد تألقه اصبح خيار موجود بقوة للتواجد مع منتخب مصر في المعسكرات اللي فاتت او حتى اللي جاية. في حلقتنا النهاردة هنعرف مين هو مروان عطية وهنستعرض بعض الاسئلة كده ونرد عليها، زي مثلا ازاي مروان عطية هيقدر يضيف للنادي الاهلي، وايه هو اميز مكان بالظبط يلعب فيه، هل مركز 6 ولا مركز 8، وهنتكلم في ارقامه واحصائياته اخر موسمين ومميزاته وعيوبه، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا في الحلقة دي. بس فضلا وليس امرا، قبل ما نبدأ الحلقة ياريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل الحلقات الجديدة. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. طبعا كلنا عارفين سن مروان ومركزه في الملعب والكلام ده كله، اكيد الناس عملت سيرش عنه وعرفته، ولكن للي مش عارف سريعا تعال اقولك مين هو مروان عطية. مروان عطية مواليد 1 أغسطس 1998، يعني عنده 24 سنة في الوقت الحالي، مركزه في الملعب نص ملعب وتحديدا بيلعب في مركز 6 وفي بعض الاوقات بيقدر يلعب في مركز 8. بدأ في قطاعات الناشئين في نادي الاتحاد السكندري وتصعد في موسم 19-20 حتى وقت انتقاله للنادي الاهلي موسم 22-23. لعب مع الاتحاد السكندري من وقت تصعيده للفريق الاول 4 مواسم بعدد مشاركات مختلفة في كل موسم. في الموسم الاول لعب 19 مباراة بمعدل دقائق لعب 935 دقيقة، يعني تقريبا 10 مباريات وما سجلش ولا صنع. في الموسم الثاني لعب 29 مباراة بمعدل دقائق لعب 1970 دقيقة، ما سجلش ولكنه صنع هدفين. الموسم الثالث وده موسم توهج مروان عطية والظهور للنور، والموسم اللي بأدائه لفت انتباه أندية الدوري المصري اللي في القمة، وانضم المنتخب مصر في نفس الموسم ده. لعب خلال الموسم الثالث 33 مباراة بمعدل دقائق لعب 2608 دقيقة، وقدر يصنع خلالهم 3 أهداف وعمل 19 فرصة محققة للتهديف. كمان قدر يعمل 1435 تمريرة صحيحة في الموسم ده، وده إن دل على شيء فيدل إن عنده دقة في التمرير ممتازة. كمان مروان قدر يستخلص الكورة 389 مرة، وده معدل جيد للاعب في نص الملعب. في المراوغات الفردية ما كانش احسن حاجة، ولكنه لاعب عنده كورة، واهم ميزة عنده انه لاعب هايل في استخلاص الكورة وهايل جدا في افساد الهجمات وقفل خطوط التمرير. المهم في الموسم الحالي حتى الان لعب مع الاتحاد 11 مباراة، قدر يسجل هدف ويصنع هدف، ودي تقريبا كانت كل ارقامه من وقت بدايته مع كرة القدم حتى وقتنا هذا. ولكن ناقص حاجة صغيرة، بمناسبة انه نص ملعب تعال نشوف بقى هو حصل على كم انذار في المباريات. مروان طول ال 92 مباراة حصل على 19 انذار، يعني تقريبا انذار كل 4 مباريات، ودي حاجة بالنسبة لمركزه كويسة، بس لازم يتعامل بشكل افضل في الحتة دي. تعال بقى ننتقل للاسئلة ونشوف ازاي مروان عطية هيقدر يضيف للنادي الاهلي. مروان لعب ممتاز في نص الملعب ومميز جدا في مركز 6، وده اللي انت في بعض الاحيان بتعاني منه لو اتصاب حمدي او ديانج، لانك في بعض الاوقات بتشارك في المركز ده كوكا او حتى فخري، وبصراحة لسه مش قادرين يشيلوا المركز ده. ولكن بشكل شخصي انا شايف ان كوكا لاعب مبشر جدا. خلينا نكمل ونشوف مروان يقدر يفيدنا ازاي. المهم هيقدر يفيدنا ويخش في منافسة مع حمدي وديانج ويشيل المركز ده، لانه لاعب عنده مواصفات كتير تخليه يتألق في نص ملعب النادي الاهلي. لاعب عنده شخصية وراجل في الملعب، كورته كويسة ومش بيتفزلك كتير، عنده قدرة جيدة في الاستخلاص وبيغطي مساحات كبيرة في الملعب ما شاء الله، وهيبقى اضافة مفيدة جدا للنادي الاهلي في الفترة اللي جاية باذن الله. هل هو بيلعب 6 ولا 8؟ الاجابة اني بفضل انه يلعب مركز 6، لانه مش اميز حاجة في مركز 8، ومحتاج يشتغل على نفسه علشان يقدر يلعب في المركز ده. ده لانه عنده نواقص ما تخلوهوش يدخل منافسة مع عمرو السولية بقوة. هو لاعب بصير وبيقدر يلعب الكرات الطولية بشكل كويس، بس مش على طول بيعمل ده بشكل متقن. مسدد كويس على المرمى ورجله قوية، بس برضه لازم يشتغل على نفسه
بشكل اكبر علشان يبقى عنده الدقة المطلوبة. نقصه بقى التكملة داخل منطقة الجزاء ودي شغال عليها حاليا. نقصه اللعب بدماغه والضربات الرأسية ودي ميزة كبيرة عند حمدي والسولية. وكمان عايز يطور نفسه شوية عن الناحية المهارية. هو مش هيبقى افضل حاجة في مركز 8 ولكنه يقدر يلعبها وهيقدر يقدم لك واجبات دفاعية ممتازة اكتر ما هيقدر يقدم لك واجبات هجومية. الخلاصة مروان عطية مميزاته كتير ما شاء الله، لاعب مقاتل في الملعب وممتاز في مركز 6 ومنافس قوي مع حمدي وديانج، قوة بدنية ممتازة وذكاء وقفل خطوط التمرير وبيقدر يغطي مساحات كبيرة في الملعب وعنده مجهود وافر ما شاء الله ومسدد هايل على المرمى ورجله تقيلة ولكنه محتاج يظبطها شوية. حاليا بيقدر يعمل التكملة الهجومية وشغال على نفسه في ده. واهم حاجة عندي والحاجة الملحوظة جدا فيه انه لاعب ذكي جدا في التوقيت اللي بيعمل فيه التاكلينج وفعلا بيستخلص الكرة بتاكلينجات ممتازة ودي حاجة موجودة بشكل كبير في حمدي فتحي برضو. اما عن عيوبه فهو لاعب لو هتلعبه 6 هتلاقيه في كل مواصفات المركز ده، لو لعبته 8 هتلاقي عنده بعض النواقص ولكنه يقدر يشتغل عليها ويقدم لك مستوى جيد. تقييمي للصفقة دي انه لاعب ممتاز طبعا وانا كنت مرشحه من شهرين بالظبط بعد ما شفت انه شغال على نفسه ولاعب بيقدم مستوى ثابت بقاله موسمين وتألق في المباريات الكبيرة وقدر يثبت انه فعلا اللاعب عنده شخصية ويستاهل خطوة للامام. اتمنى التوفيق لمروان عطية وان شاء الله يقدم مستوى عالي مع الاهلي ويقدر يحقق بطولات في الموسم الحالي والمواسم القادمة باذن الله. اخيرا يا صديقي قبل ما تقفل الحلقة ياريت تقولي رايك في صفقة مروان عطية وتقولي هل هو مفيد للنادي الاهلي ولا لا وانسب مركز يلعب فيه في الملعب، يلعب في مركز 6 مكان ديانج ولا يلعب في مركز 8 مكان السولية، وتقيم لي الصفقة في الكومنتات. استنى الكومنت بتاعك وياريت بقى قبل ما تقفل الحلقة توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل الحلقات الجديدة. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير يا حبايب وقول لي الحلقة اللي جاية عايزها عن مين. نتقابل بخير ان شاء الله.